بكم. أرسلت نقابة الأطباء إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تطالبها بتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحجر الصحي لحمايتهم من التعرض للعدوى، نظرا للأخطار التي تتعرض لها الطواقم الطبية في مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منها. وقال بيان للنقابة إن هذا الخطاب جاء من واقع ملاحظات الأطباء، مطالبة بالتأكيد على استثناء من يتجاوز عمره 50 عاما والمصابين بأمراض مزمنة والحوامل وأمهات الأطفال أقل من 12 عاما من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 14 وفاة. عبر الهاتف انضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد عبد الحميد حسنين، أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين صندوق اتحاد المهن الطبية. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا صرتين. يعني كلمنا أكتر عن بيان النقابة، هل في مناسبة معينة، هل في شكاوى معينة وردت بناء عليه أنتوا خدتوا هذا الإجراء، ولا هو إجراء احترازي وخطوة احترازية لو جاز التعبير؟ لا، احنا طبعا عندنا شكاوى كتيره من المستشفيات عديده ان هم بيكلفوا الاطباء فوق ال 50 سنه، وطبعا زي ما احنا عارفين في حاجه اسمها الريسك جروب او المجموعات الاكثر تعرضا للمرض. تمام. منهم اول حاجه اللي فوق ال 50 سنه، طبعا زي ما احنا عارفين ان كورونا بيبقى فيه شد خطوره على كبار السن او اللي عندهم امراض مزمنه زي امراض القلب او الضغط او كل الامراض المزمنه. الحاجه الثالثه الحوامل، فلابد يبقى فيه، وده بروتوكول وزاره الصحه، يعني ده مش البروتوكول اللي احنا بنقوله او ده راي نقابه. بروتوكول الصحه بتقول ان الريسك جروب دول او المجموعات ذات الخطوره اللي هم فوق ال 50 سنه او الحوامل او اللي عندهم امراض مزمنه، دول ما يشتغلوش مستشفيات العزل. غير كده كمان الامهات اللي عندهم اطفال اقل من 12 سنه، مستشفى العزل معناها ايه؟ معناها انت تقعد 14 يوم في مستشفى وممكن تعزل نفسك بعديها 14 يوم. فين الام اللي تقدر تسيب ابنها شهر كامل، ابن او اكثر، مش ابن واحد بس، اقل من 12 سنه تسيبه لمده شهر. فده يعني ما فيش خطوره على حياتها، لكن اجتماعيا مش هنقدر ننفذ الطلب زي ده. بدليل ان رئاسه الوزراء لما قالت ان احنا نريح العدد العاملين، استثنت الامهات اللي عندهم اطفال 12 سنه ان هم يقعدوا في البيت ما ينزلش الشغل ايام ما كان في اول الحظر، ايام ما كان في عدد قليل، يعني في تباعد، فكانوا عاوزين عدد قليل يروح الشغل. طيب دكتور، ممكن اللي بيسمعك يكون متفاهم تماما ان اللي حضرتك بتقوله، في طبعا معامل خطوره وفئات معينه بتكون هي اكثر عرضه او مناعتها اقل، فبالتالي نسب اصابتها اكبر، لكن في المقابل احنا عارفين احنا عندنا عجز في الطواقم الطبيه، فازاي ممكن يتعوض العجز ده؟ ازاي ممكن نحمي الفئات اللي هي الاكثر تعرضا للاصابه وفي نفس الوقت ما تحصلش خلل او ما يحصلش نقص في الاطقم الطبيه؟ طبعا كلنا عارفين في عجز، بس انا عندي مشكله كبيره جدا. انا عندي حوالي 8000 طبيب تكليف وهم شباب في سن صغير اقدر على الشغل، عندهم مشكله كبيره مع الوزاره، وكان عندهم اجتماع النهارده في الوزاره مع الدكتور احمد محيي رئيس اللجنه العليا للتكليف، وعندهم مشاكل وطالبين ان حد من الوزاره يقعد معاهم عشان يستلموا الشغل. انا عندي 8000 طبيب، لو نزلوا دلوقتي استلموا الشغل تكليف من بكره هيغطي كل العجز اللي احنا بنتكلم عليه، ومع ذلك في تعنت شديد جدا من الوزاره ان هو تقسمهم. لا، هؤلاء الاطباء رافضين ان هم يستلموا التكليف بشروط الوزاره. لو احنا عندنا عجز زي ما بيقول، يبقى حد يقعد مع الاطباء دول ويشوف وجهه نظرهم ويشوفوا اقتراحاتهم، ودول يقدروا ينزلوا الشغل. الناس دي مخلصه امتيازها من فبراير اللي ماضي، يعني عندهم مارس وابريل بقى لهم شهرين ما اشتغلوش. لو انت بكره فتحت التكليف والناس دي نزلت الشغل وكلهم شباب، مش هنقول بقى 50 سنه ولا كل عندهم امراض مزمنه، كلهم شباب حديث التخرج، يقدروا يغطوا لك العجز بمنتهى السهوله. طب ما موضوع حديث التخرج ده ممكن يكون مشكله اخرى، لانه الخبره ممكن تكون اقل، ممكن يكون انا محتاج ناس تمرست اكتر على العمل، فبالتالي في ظروف بالذات زي دي، هل امن ان انا اجيب اطباء حديث التخرج ان هم يشتغلوا في مستشفيات عزل او على خط الدفاع الاول زي ما بنقول؟ استاذ، اي حد هيشتغل في مستشفى عزل المفروض ان هو بيتلقى تدريب معين. حتى الاطباء اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم خبره او فوق ال 50 سنه، لو هو في تخصص غير الرعايه او الطابع او الحميات،
فهو معلوماته زي اي طبيب حديث التخرج، بالعكس حديث التخرج بيبقى لسه معلوماته حديثه، مجرد كورس بسيط جدا عده ايام يومين ثلاثه او اربعه يقدر يدخلوا الخدمه وهم شباب بصحه كويسه يقدروا يبذلوا مجهود اكثر. غير انا اشوف حد عنده 50 سنه او حد عنده امراض مزمنه او دكتوره حامل. دكتور طيب واضح ان احنا اتفضل يا فندم اتفضل. فدول بمنتهى السهوله جدا تقدر تدخلهم الخدمه بعد كورس صغير جدا. طب دكتور حضرتك ليك تعليق اخير على الاعداد اللي تم او يعني اللي تم اعلانها اليوم سواء الوفيات او الاصابات؟ طبعا احنا في الفتره الاخيره بقى لنا اربع ايام او اكثر او خمسه عندنا ازياد اعداد كثيره جدا في المصابين وكذلك في الوفيات، طبعا نتيجه ان الحظر فك شويه او نتيجه ان مش قادرين نعمل كنترول بالنسبه للحظر. ومتوقع ان الفتره اللي جايه طبعا الاعداد هتزيد. هل هنقدر عندنا مستشفيات؟ واحنا اعتقد ان الطلب الطالب اللي زادت عدد مستشفيات العزل، لان زي ما الوزيره قالت احنا عندنا 17 مستشفى عزل. اعتقد ان هم خلال يوم او اثنين هيبقوا كل يعني مليانين كلهم. فمحتاجين في اسرع وقت ان احنا ندخل عده مستشفيات اخرى للعزل عشان نقدر نغطي الزياده الرهيبه في الاصابات. تمام، نتمنى ان شاء الله نتجاوز هذه الفتره على خير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الحميد حسنين، امين صندوق نقابه الاطباء وامين صندوق اتحاد المهن الطبيه، ايضا انضم الينا عبر خدمه سكايب الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابه الاطباء سابقا. دكتور محمد برحب بيك. يمكن امبارح كان المسؤول عن اللجنه العليا لمواجهه فيروس كورونا كان تحدث وقال ان احنا الامور بدات تخرج عن السيطره والاعداد تزيد بسبب عدم التزام المواطنين وان هم بيتجاهلوا التوصيات والتحذيرات اللي بتطلقها وزاره الصحه. هل من وجهه نظرك ده هو المسؤول الاول فعلا؟ الحقيقه احنا لما نشوف الاعداد في الايام الاخرانيه هنلاقيها كلها تتراوح ما بين 250 ل 300، مره واحده بس زادت ل 350. واضح ان تعليمات الحكومه الجديده ان الارقام ما تزيدش عن كده. احنا شفنا قبل كده ثبات للارقام عند 50 60 وبعدين بقت 150 160 وبعدين دلوقتي التعليمات الجديده ان هي ما تزيدش عن كده، سواء لعدم توفر التحاليل الطبيه باعداد كبيره فده مقلل الاعداد، او ان هو ده الاعداد اللي بتزع دي اصلا ده قرار حكومي يعني في او قرار سياسي. طب هل هو قرار ان انا محدد كل يوم او الاسبوع ده هخلي الاعداد تتراوح بين كذا وكذا، ولا هو بيرجع للعدد، عدد التحاليل اللي بتجرى او عدد التحاليل اللي يمكن للمنظومه الطبيه في مصر ان هي تجريها كل يوم؟ اعتقد ان الاثنين ليهم عامل، يعني موضوع عدد التحاليل وفي نفس الوقت القرار السياسي، لان الوزيره صرحت امبارح ان هي عملت 7000 تحليل، دلوقتي بقى في 7000 تحليل في اليوم، فلو احنا ثبتنا الرقم ده مفروض ان هو مع اللي احنا شفناه عدم وجود حظر حقيقي يعني، فمفروض ان الاعداد تزيد، يعني حتى الاعداد في وسط ال 7000 تحليل دول يزيدوا بعد ما يبقوا 200 300. ده العالم كله ماشي على كده، بنشوف ان المنحنى بيفضل تصاعدي باعداد متضاعفه لغايه حد معين اللي هو اللي بيسموه الذروه وبعد كده بينزل، وده اللي احنا شفناه في معظم الدول. فاحنا دلوقتي شايفين مثلا دول زي اسبانيا وايطاليا وفرنسا بعد ما وصلوا للذروه ابتدى المنحنى ينزل يبقى في اعداد اقل، والنهارده شفنا. طب دكتور الكلام اللي حضرتك بتقوله في ناس كتير بتتكلم فيه وفي ناس كتير برضه بتشير اليه، لكن في المقابل برضه ما في منظمه الصحه العالميه وليها مكتب في مصر، ويوميا انا بقول انا اجريت عدد كذا ده بيكون الناتج بتاعه كذا، فبالتالي ليه دايما التلميح انه في قرار حكومي ان كل يوم انا اعلن كذا وكان مثلا بيكون 500 فانا بعلن 300؟ طيب ما هو في منظمات وفي ناس بتتابع، وهي احيانا المنظمه كانت بتطالب مصر انها تزود العدد لكن ما قالتش ان مصر بتتسيطر على الاعداد مثلا.
ما احنا ما شفناش ان منظمه الصحه العالميه انتقدت اي دوله من حيث الاجراءات بتاعتها او القرارات. احنا شفنا في القرارات خطا كتير قوي اتخذت في العالم كله وادت لعدد وفيات جامده جدا. في دول كتيره جدا عملت اخطاء، وانا ما بقولش ان مصر بس هي اللي عملت اخطاء او مصر هي فشلت، لكن في فشل في العالم كله في التعامل مع الوباء ده. وشفنا يعني حتى المشاكل اللي حصلت في ايطاليا واسبانيا وفي وقت من الاوقات وفي امريكا دلوقتي رغم كل الهرتله اللي هرتلها ترامب، ما شفناش منظمه الصحه انتقدت اي دوله من الدول دي يعني. فانا منظمه الصحه كمان ملهاش غير ممثلين هم بيعلقوا على الاخبار اللي بتقولها الحكومه، لكن هم ما لهمش ادوات او اليه تنفيذيه بحيث انها تقدر تتابع التحاليل او تتابع الحاجه زي كده. في حاجة تانية كمان، في مؤشر في المستشفيات كمان ابتدت فعلا الأعداد تزيد، إصابات الطواقم الطبية. احنا عندنا 90 طبيب مصاب منهم 7 توفوا، في عندنا أكثر من 400 واحد من الطاقم الطبي مصابين كونفيرمت أكيد يعني. فبرضه ده بمؤشر إن هو الأعداد أكثر من كده بكتير، غير إن هو طبعا احنا زي دكتور محمد عبد الحميد قال ان في مستشفيات العزل تقريبا ابتدت تتملي وابتدوا يجهزوا اماكن تانية، فده مؤشر برضو طيب ان دكتور، الاعداد دي هو ممكن تزيد. تصريحات الحكومة سواء تصريحات الصحة، تصريحات رئيس الوزراء، شفنا إجراءات بتتاخد زي مثلا إنه في فترة سابقة اتفتحت المولات، في الفترة القادمة في كلام عن عودة السياحة الداخلية وفتح نسب إشغال معينة للفنادق، والتوجه دايما إنه العالم كله هيفتح وإنه ما فيش مجال إن في حل نهائي بات سريع، فبالتالي الحل إن إحنا نتعايش ويكون في ثقافة عند الناس إزاي يتعاملوا. تقدير حضرتك لهذا التوجه؟ طيب احنا يعني الكلام ده كويس وكل حاجة، بس في مغالطة كبيرة جدا ان هو الدول اللي هي تتعامل او تتكيف مع الفيروس فعلا اخذت اجراءات جادة قبل كده من ناحية الحظر، وده اللي ادى ان الاعداد بتاعتها تنزل، وده اللي ادى ان هم يفتحوا. لكن في مصر هم بيراهنوا زي ما بيقولوا كده على وعي المواطن، وزي ما هم صرحوا اكثر من مرة. أنا مش فاهم وعي المواطن إزاي تعتمد على وعي المواطن إذا كان وعي المواطن يعني تعليم وإحنا في المركز قبل الأخير في جودة التعليم، وعي المواطن يعني ثقافة وإحنا شايفين الثقافة عندنا شكلها إيه، وعي المواطن يعني إعلام وإحنا عندنا الأستاذ أحمد موسى بيزود في الإعلام يعني، عندنا وعي المواطن يعني صحافة، حرية الصحافة وإحنا شايفين الانتقادات اليومين دول، حتى النهاردة كانوا كاتبين إن الصحافة يعني تعتبر طريق إلى السجن في مصر. وعي المواطن يعني فن، واحنا شايفين الفن اللي بيتقدم في مصر برعاية المخابرات احنا النهاردة نتكلم ودول تاني الكلام عن حرية الصحافة، وفي فقرة مخصصة تحديدا عن بالظبط. هذا الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا.